الاسم المنقوص تثنيته وجمعه جمعا سالما. تعريف الاسم المنقوص: هو اسم معرب ينتهي بلاء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي، الداعي، المنادي. إعراب الاسم المنقوص: يعرب الاسم المنقوص على حسب موقعه في الجملة، ولكن انتبه، يرفع الاسم المنقوص بالضمة المقدرة، يجرب الكسرة المقدرة، وينصب بالفتحة الظاهرة. ملاحظة هامة: في حالة إن الاسم المنقوص كان نكرة ونون، حذفت ياءه في حالة الرفع والجر وبقيت في حالة النصب، مثل هو قاد، عثرت على بان، رأيت ساعيا. هو قاد الاسم المنقوص عندي كلمة قاد، خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة والكسرة تنوين عن الياء المحذوفة. عثرت على بان، بان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة والكسرة الموجودة هنا عوضا عن الياء المحذوفة. أما رأيت ساعيا فكلمة ساعيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإذا كان الاسم المنقوص معرفا تثبت أو تبقى ياؤه، مثل الهادي، المعتدي، أو قاضي المدينة، هنا عرف بالإضافة. تثنية الاسم المنقوص وجمعه جمع مؤنث سالم. لما بنيجي نثني أو نجمع الاسم المنقوص جمع مؤنث سالم، بتبقى الياء وتضاف عليها علامة التثنية أو علامة التأنيث اللي هي الألف والتاء. القاضي في المثنى القاضيان أو القاضيين، لو هأنث أو هجمعها جمع مؤنث سالم هتبقى القاضيات. العالية المثنى العاليتان أو العاليتين، في المؤنث السالم هتبقى العاليات. في جمعه جمع مذكر سالم، بنحذف الياء بتاعة الاسم المنقوص وبنحط عليها علامة الجمع اللي هي الواو والنون في حالة الرفع، أو الياء والنون في حالة النصب أو الجر، مثل القاضي لما بيجي يجمعها أو القاضون أو القاضين، بحذف الياء بتاعة الاسم المنقوص. المهتدي، المهتدون، أو المهتدين.